على المدرسة. انا فاكر انه لما كنا اخر مره لما كنا في الاحتفاليه بتاعت اهالينا والاسمرات، انت قعدت مع اولادنا قعدت تعلمهم مزيكا وغنى وحاجات زي كده. الحمد لله الحمد انت لله. كنت مختار لهم ايه يحفظوه وتعلموا له؟ والله هي اللي كانت الاغنيه، الاغنيه كانت صعبه لان انا شخصيا كنت لسه عاملها والمفروض ان انا احفظهم. كان معانا طبعا معانا ناس بتساعدنا، دكاتره من كليه التربيه الموسيقيه، بس طبعا الاغنيه اغنيتي يعني، فانا عارف هي الدنيا ماشيه ازاي. صح. فهم كمان الاولاد دول انا كنت كانوا معايا في مسلسل حلم، فهم عارفيني كويس جدا وحبوني قوي. فالحمد لله ربنا وفقنا ان هي هم يقولوا ان الاغنيه كانت صعبه عليهم يعني، فيها جمله طويله انا لما هم عملوها وتحقق الحلم ان انا اشوفها بيغنوها انا انبسطت في 3 ايام بقى يعني. احنا كل يوم بنروح بندربهم 3 ايام. احنا قعدنا 3 ايام بنعمل ده مع الدكتور وائل وطبعا سات اللي هو ايهاب وكل الناس اللي انا كنت بتشرف ان انا في وسطهم والله هناك. الحمد والله لله والله كلنا اتشرفنا بصراحه، فضل من ربنا الحمد لله. طيب كان الولاد احساسهم ايه بالنوع ده من الاغاني؟ الولاد دول ما هماش جيلنا يعني، ما يعرفوش الحرب، ما يعرفوش المعاناه، ما يعرفوش الكلام ده، ما يعرفوش. بس مش عارف هقول اللي انت قلته، اللي حصل الولد اللي بيقول ما حدش عاملني كويس كده يعني. شفت يعني دي كانت حاجه، ده غير حاجات تانية كتير. في بنت كانت صغيره كده، اما انت بتقول للولد مبسوط قال لك انا ما حدش عاملني كويس كده في حياتي. يعني لان الناس كلها كانوا شايلينهم على كفوف الراحه يعني. فانا لما سالت حتى الدكتور قال لي دول كل واحد هو قائد لمجموعه كبيره جدا هيوصلوا المعلومات اللي خدها، المعلومات السليمه اللي خدها يعني. فكانت فكره نبيله جدا، اتشرف البنات شاركت فيها يعني، مفيش اكتر من كده في الموضوع ده يعني بصراحه. البنت كان في بنت صغيره كده والله العظيم يا استاذ يعني بكتني يعني. انا طلعت بره هي متحمسه، الاغنيه حلوه ومصر، شفت حماس الاولاد الصغيرين دول يعني. ده كان لازم ننظف ده، كان لازم شويه التراب اللي فوق اللي فوق مش عارف اسميها ايه، فوق المصري اللي جواه، المصري اللي جواه ده في شويه تراب. فلما عملت كده البنت الحماس اللي جواها خلاها وهي بتقول بتعيط، فانا رحت مسكت الناس عشان اسمعها، لقيتها بتقول في تون تاني بس بكل قوه وبكل وحماس وقلب كده روحها. فقعدت اضحك وخدتها في حضني ودمعت والله يا استاذ يعني، قلت سبحان الله يعني مصر هتفضل، ما والله هتفضل مصر يا استاذ او النبي، وهتفضل تطلع ذهب، ناس كده زي الذهب وناس في كل حاجه، في الفن وفي العلم وفي الرياضه وفي كل حاجه. المصريين فعلا اغلى، عشان كده تلاقينا احنا غالبا على حد علمي احنا البلد الوحيد اللي عنده المصطلح بتاعه يقول لك ايه، معدنه اصيل، معدن اصيل، المعدن المصري الجدع. انا ما سمعتهاش في حته تانية والجدع. كلمه المعدن دي وكلمه الجدع كمان يا استاذ الجدع، هو احنا في دي زينا الحمد لله والله ما في، الحمد لله كل الناس حلوه بس احنا مصريين. احنا والله مصريين العظيم يا استاذ في اي حته بره والله زمان كان اي حد يقول انا مصري، انا بكل يعني بكل فخر انا مصري. طب عارف كلمه مصر دي هتبقى، وفعلا يا بجد وبتاع نفسي اروح وازور واشوف واعمل. وحد سالني قبل كده قال لي انت بتعرفه ازاي؟ بقول له كل حاجه عن الفراعنه مكتوبه على الجدار، مكتوبه كل حاجه مكتوبه. دول احنا عملنا كل حاجه، احنا عارفين كل، احنا لحد دلوقتي في كلمات بنقولها احنا في الصعيد دي فرعوني اصلا بتاعتنا اصلا. خلاص ما فيش حد يتكلم بقى بعد كده يعني. ما فيش حد يتكلم بقى وتيجي تقول لك لا حاجتنا واحنا ودول اهلنا. والحمد لله ان احنا لينا هوايه بقى لنا كتير قوي. انا ما بعرفش اتكلم في الحاجات دي ودايما بسترسل من جوايا، بس بقول اللي جوه يعني اللي انا بحسس بيه. تفهمني طبعا يا استاذ. انا جزء من محبتي ليك يا وائل ان انت بتقول اللي في قلبك طول الوقت يعني. انا ما فيش فرامل وما فيش تجميل، والمساله مش مستاهله اصلا. انا بالنسبه لي مش مستاهله، ما اعرفش، يمكن احيانا اقول لي اصل دي ما ينفعش تتقال ودي ينفع تتقال. انا ما اعرفش مين اللي يتقال ومين ما يتقالش. الحياه ابسط من ذلك، الحياه ابسط من ذلك. ما دام انا بحب الناس كلها، انا ما بغلطش في حد، انا بتكلم لما بكون متضايق بقول والله انا متضايق يعني، والله متضايق من حاجه من الكذا يعني. مثلا في البيت عندي المدام مثلا تقول لي انا متضايق جدا الحاجه دي ما تعمليهاش تاني، فانا بكل ادب بتقول انت تفصح. يعني ما فيش عندي، اما اكون مبسوط اقول انا مبسوط، اقول انا بحب يوسف بحب يوسف، بقول بحبها والله بتكلم بجد والله. يخليك يا استاذ، بس ما عنديش اي نوع من الخباثه فدايما اقول يعني والدتي حتى تقول انت عبيط يعني، انت عبيط ما امسك لسانك شويه. لا خالص خالص خالص، انا والله بقول لها انا يعني اللي هنا احنا سايبينها على ربنا. بس على الله
يا حد، واحنا بنقدر نعمل حاجه يا استاذ؟ لا، هو طبعا اللي بيعمل كل حاجه، ربنا هو اللي بيرسم ويخطط ويدبر ويحصل كل حاجه، من فضل هو امر يعني ما فيهاش هزار. الحمد لله. تسمع يا استاذ.